43 سنة في خدمة الخبر الدقيق والتحليل العميق. العرب أول صحيفة عربية تأسست في لندن، تطبع وتوزع في جميع أنحاء العالم، مواقع إلكترونية ونسخة دولية باللغة الإنجليزية. معكم حيثما كنتم، تجدونها يومياً في الأسواق. هذا البرنامج برعاية عرب ويكلي، جريدة العرب. مشاهدينا أهلا بكم على تلفزيون تي في في بانوراما الصحافة، وفيه نناقش كالعادة مع أصحاب الرأي والصحفيين ما تناولته وسائل الإعلام وما غاب عنها في أسبوع. وهذا في البداية كرونيك الحلقة. تعديوا توا نهارات من رمضان، إن شاء الله يكون مبروك عليكم، تعيشوا أيامه في صحة وخير ورحمة وتسامح. تعداوا نهارات شفنا فيهم حاجتين متناقضين، غلاء أكثر من العادة معاه لهفة وتبذير كالعادة. الغلاء طول ناقشوه بعد شوية في الحوار، أما هات نشوفوا هاللهفة هذه وهالتبذير. الظاهر أنه هذا هو التونسي، ما يتحكمش في شهواته في رمضان. من حقه بطبيعة الحال، من حقه باش ياكل على كيفه ويتمتع بخير بلاده، هذه بلاده، من حقه يعيش كيف ما يحب ويستهلك برغبته في رمضان وفي اي وقت. لكن يكون الاستهلاك باللهفه اللي شفناها في المده الاخيره واللي يجي بعدها التبذير اللي شفناهم تخرج المساله على المعقول. انا تحدثوني من الناحيه الاقتصاديه في هالموضوع، لاني داعيه ولا واعظ يعطي دروس. اللهفة على الاستهلاك شفناها في هكا الصفوف الطويلة في المحلات والمساحات والفضاءات التجارية، وهك الزحمة والدزان والتسابق في الأسواق، شكون يسلول سواء في المحلات أو قدام الخضارة والخبازة. شفنا المشهد نفسه تقريب في كل مدينة وعلى طول النهار، كان كأنه شيء من العادات والتقاليد اللي لازم منها باش تكتمل شعائر رمضان. صح بالشفاء علاش لا، لكن علاش شريان الأغذية يزيد في رمضان؟ علاش يولي عشوائي؟ اللي كان يشري في كيلو يولي يشري في 2 و3، شيء منه يستهلكه وشيء منه يرميه في القمامة هكا. علاش هالتبذير وهالنزيف من المواد الاستهلاكية اللي واحد يلوحها والآخر ما يلقاهاش، زيادة على أنها نزيف ميزانية الأسرة وعبء على ميزانية الدولة. الأرقام اللي قدمها المعهد الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للاستهلاك في هالموضوع تصدم. أرقامهم تقول اللي في رمضان يزيد معدل الاستهلاك العام ب 30%. 30% يعني شيء كبير في مدة شهر واحد اللي هما 30 يوم. وكيف يعني نشوفوا الاستهلاك ونفصلوه، نلقاو أنه الخبز يزيد في رمضان يوصل حتى بنسبة 300%، والحومات والدجاج والدندون 45%، الحوت يزيد استهلاكه 29%، الطن 111%، العظم 31%، الحليب 20%، البن والرايب 120%، ونزيدوهم الحلويات 21%، المياه المعدنية 23%. هذه كلها نسب زيادات في الاستهلاك في رمضان مقارنة بأشهرة العادية، أشهرة العام العادي اللي هي 11 شهر الباقين. واللي يحزن أنه في هالوقت اللي تعيش فيه بلادنا وضع اقتصادي صعيب، ثلث الماكلة الطيبة في رمضان تترمى في الحاويات. بالأرقام ما قيمته أكثر من 62 مليار من الأغذية يتلوح في رمضان، رقم مش مقبول، يفيقنا على حقيقة اللي التبذير شيء مبالغ فيه في بلادنا رغم الصعوبات المعيشية، البرشة توانسة وحالة التقشف اللي عايشينها وتضييق البنوك على القروض الاستهلاكية اللي تعودوا الناس يواجهوا بها مصاريف رمضان. الاستهلاك الزايد في رمضان عادة خايبة لصقت في برشا من شعبنا ما نجمش يتخلص منها للأسف،
وهو باش حسنوا وضعيتنا. ربما جاءت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعروفة بالفاو، جاءت من إيطاليا من عام 2016 باش تدربنا وتعلمنا وقف التبذير، ولينا كل شيء نتلقاو فيه دروس حتى كيفاش ناكلوا ونستحفظوا من التبذير. أهلا بكم مشاهدينا إلى طاولة النقاش، وفي هذه الحلقة نبحث في موضوع يتعلق بالأسواق والأسعار في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. عنوان الحلقة: تنوع الاختيار والأسعار من نار. في المقدمة، الأسعار من نار فعلا في هذه الأيام التي مرت من رمضان، حتى وإن بدت مستقرة مقارنة بما كانت عليه قبل الشهر الفضيل. المواد الاستهلاكية، خضروات وفواكه وتمور ولحوم وأسماك وأجبان وموالح متوفرة، والأسواق مكتظة، لكن الناس يشتكون من الغلاء ومن واقع معيشي صعب، فيما تتحدث الحكومة عن مواجهة ارتفاع الأسعار بعرض مزيد من السلع ونشر المراقبين. دعونا نتابع أولا مع جواهر المساكني ما ورد في وسائل الإعلام عن الموضوع، ثم نعود للنقاش. آخر خبر أونلاين: غلاء الأسعار والتضخم يفقدان الفرحة التونسي نكهة رمضان. بيبنت عنونة مقال بي: المستهلكون في تونس يقبلون على شراء مستلزمات رمضان بين تراجع الأسعار الملموس وضغط الحاجة الماسة. البوابة كتبت مقالا عنوانته بي: التونسيون يستقبلون شهر رمضان بواقع معيشي صعب. المصدر: ارتفاع استهلاك الخبز في تونس خلال شهر رمضان ب 300%. تونس أغلب أسعار المنتوجات الفلاحية على مستوى سوق الجملة ببير القصعة تواصل ارتفاعها. جريدة الصحافة كتبت: نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بشراء الحبيب بورقيبة، تنوع في العرض، أسعار في المتناول، والمواطن يتلهف. جريدة الشروق قالت: نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك، الأسعار مرتفعة والتونسي يشتري ويشتكي. المغرب أعدت بدورها روبورتاج وعنوانته بي: روبورتاج المغرب في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك، العرض بعيد عن الطلب، حضر الغلاء وغابت الجودة. إذاعة صفاقس كتبت: بمناسبة شهر رمضان، أكثر من 50 نقطة لبيع المنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك في مختلف أنحاء البلاد. وجاء في موقع راديو مارينا: سوسة، تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك تثير استياء بعض المواطنين. لمناقشة هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو ضيفان. معنا السيد أكرم الباروني. السيد أكرم الباروني هو نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. مرحبا بك سي أكرم. أهلا وسهلا بك، تحية لك أستاذ سعيد، وتحية لضيفك وتحية للسادة المشاهدين. أهلا وسهلا، مرحبا. ومعنا في الجانب الثاني السيد رياض بوعزة، وهو صحفي متخصص في الاقتصاد في جريدة العرب اللندنية. مرحبا بك رياض. وبيك سي سيد، ومرحبا بك وبالضيوفك. أهلا وسهلا، مرحبا. لو أبدأ معك سيد أكرم، أكيد أنتم عملكم مستمر على مدار السنة مما لا شك فيه، ولكن في شهر رمضان يصير الاهتمام أكثر ويصير التركيز أكثر على مستوى الأسواق والأسعار حتى بعد هذه الأيام اللي مرت رمضان. كيفاش تشوفوا الأمر؟ هو الأمر بطبيعة الحال أنا اللي نأكده معنا واللي جاء على لسانك فعلا، وأنه فما ارتفاع مشهود على مستوى أسعار خاصة منتوجات الفلاحية وبدرجة أقل ربما المواد الغذائية، ونتحدث هنا عن المواد الغذائية خاصة المواد اللي تباع في المساحات الكبرى ولدى التجار بصفة عامة. بقي فعلا، وأنه نعود نرجع ونقول خاصة المنتوجات الفلاحية، خضر وغلال مرتفعة بشكل كبير. هذا ربما عنده عديد الأسباب، ولكن في نهاية الأمر أنا نقول
يعتبر مؤشر الأسعار مرتفع مقارنة بميزانية العائلة التونسية. هذاك علاش فعلا تو حتى تمشي الأسواق المواطن والمستهلك التونسي يأكدوا هذا الكلام، وهذا راجع لعديد الأسباب كما ذكرت، خاصة بالنسبة لشهر رمضان. ونعود نأكد وأنه تقريبا 90% من المنتوجات المعروضة اليوم في أسواقنا هي حرة على مستوى الإنتاج والتوزيع، وعندما نقول حرة معناها خاضعة إلى عملية العرض والطلب. طيب قبل ما نرجع للأسباب والمسببات، ولكن في مقارنة بما قبل رمضان، يعني الآن نحن في رمضان، في الفترة السابقة لرمضان لما نقارن بين الأسعار بين المرحلة هذه والمرحلة السابقة، فما ارتفاع بالنسبة لما فترة عشر رمضان تقريبا احنا نقيمها بين 5 و10% ارتفاع على الأسعار. لكن هذا مش معناها انه قبل رمضان كانت الأسعار معناها في المتناول. احنا قلنا حتى منذ بداية السنة احنا قلنا وانه الاسعار عندها منحى تصاعدي، وهذا كما ذكرت خاصه بالنسبه للمنتوجات الفلاحيه، وراجع بالاساس الى النقص تاع المنتوجات الفلاحيه تاع الموسم الشتاء، وبطبيعة الحال كي تراجع الكميه هذيك والمنتوجات الفلاحيه تاع موسم الصيف ما زي ما تدخلش للاسواق، فبالتالي فتره هذيك اللي يصير فيها نقص نوعا ما فيها المنتوجات هذه الفلاحيه بطبيعه الحال هذا ينتج انه الاسعار نتاعها ترتفع، هذا بالاضافه الى الطلب المتزايد خاصه في فتره ما قبل رمضان والاسبوع الاول شهر رمضان. بطبيعه الحال اذا كان يصير الارتفاع او معناها تصير زيادة في الاستهلاك بطبيعة الحال الأسعار هذه ترتفع، لكن نأمل نأمل احنا بداية نقول من الأسبوع الثاني من شهر رمضان فما معناه انفراج على مستوى الأسعار دائما، يعني ربما تتغير الأمور إلى الأحسن حسب رأيك، تتغير نحو الأحسن لكن مش بشكل كبير. أنا قلت فما باش يكون فما تراجع نسبي، وهذا بطبيعة الحال كما قلت احنا التجربة بينت خاصة وأنه في الأسبوع الأول شهر رمضان هو أكثر معناها أكثر فترة يكثر فيها الاستهلاك وتكثر فيها الشراءات، وبالتالي نعاود نقول مرة أخرى يكثر فيها معناها ارتفاع الأسعار. وتأكيد لكلامك سيد أكرم أنه جريدة البوابة مثلا تقول أن التونسيون يستقبلون شهر رمضان بواقع معيشي صعب، حقيقة صعب. لذلك أنا أسألك رياض، وزارة التجارة تحدثت على أنها قدمت ما يجب في مستوى العرض من السلع في الأسواق، ومع ذلك الأسعار بقية مرتفعة، كيفاش تفسير هذا؟ فما تفسير وحيد هو، فما التجار فما تلاعب بالأسعار. في مستوى التجار أكيد. الحكومة قالت راهي قامت بحملة على الاحتكار وعلى التلاعب بالأسعار، لكن ما تنجمش تراقب نقاط البيع كل. نعم هذا مستحيل. واكبر دليل انه تحس فما بقايع فيها الاسعار مرتفعه. كيما المغازات الكبرى فما حاطين اعلانات على اساس فما تخفيضات في الاسعار وكل شيء باش يتسهل عمليه الاستهلاك بالنسبه للمواطنين على خاطر مقدره الشرائيه نتاعهم ضعيفه، فهمتني؟ رغم زيادة عدد المراقبين في المدة الأخيرة، تم زيادة تقريبا بمستوى 100 مراقب تم انتدابهم، وهذا تصديقا لكلام سي أكرم قال لك راهو فما ارتفاع في الأسعار. نعم. في حين أنه المنظمة هي بيد سي سليم سعد الله صرح قبل أيامات، فهمتني، أنه فما تخفيض في الأسعار. نعم. يعني الأسعار انخفضت مقارنة بشهر قبل دخول رمضان. يعني فما تحس فما تلاعب في الأسعار في السوق، فهمتني؟ وفي ثاني حاجه فما لهفه بالنسبه للمواطنين، تحس يعني الاستهلاك نتاعهم اكثر من اللازم، اكثر من العاده. هذه اللهفه مشكله كبيره، لانه نورمالمون يعني الاسعار بما انه وزاره التجاره قالت لك راني وفرت الاسعار كله وهي موجوده، راهو السلعه على حسب معاينتي انا في الاسواق وكل شيء على الاقل في اقليم تونس موجوده السلعه. لكن تحس من تحس في 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 نقطه بيع اغلى من نقطه الاخرى، وهذا صحيح يحددها تحرير الاسعار وكل شيء، لكن فما تحسها فما مشطه شويه الاسعار، فهمتني؟ فما يعني عوائل على مستوى الاسعار في 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 الخضر والغلال والفواكه تقريبا مش اي تقريبا مش بعيده برشا، فهمتني؟ مش من سوق الى اخر بقدر ما هي من ماده الى اخرى. يعني وقت نشوف الطماطم مثلا اللي هي غاليه تقريبا في كل المحلات وفي كل الاماكن، هي اغلى واحده، فهمتني؟ اغلى سلعه موجوده في المعروضه في السوق، كما قال لك سي اكرم على خاطر خارجين من موسم فلاحي يعني هش، ما فماش منتوج كبير، وهذا كل يخضع كما قال سي اكرم قاعده العرض والطلب
كاد السلعة قليلة أكيد بالأسعار باش ترتفع، لكن أنا توصل للاستهلاك الاستهلاك تنتقل من دينار و600 تقريبا إلى 3 دينارات و3 دينارات 200 يعني ضعف. هذه نقطة يعني حاجة مش مقبولة بطبيعة الحال. صحيح، هذه فيها يلزمها الخلل لهنا، يلزموا ما نعرفش على مستوى المراقبة وزارة التجارة تشوف تعاين الحكاية هذه شنو هو، بالتعاون بالطبيعة مع وزارة الفلاحة باش تشوف شنو هي المشكله اللي خليت اسعار الطماطم ترتفع بالشكل هذا. واسعار الاسماك بالطبيعه اسعار الاسماك، شوف بالنسبه للمحلات اللي نشوف فيهم الاسعار الاسماك اللحوم كلها راهي ارتفعت حتى على مستوى السوق المركزيه، فهمت؟ نعم. الاسعار كل بالنسبه للحوم الحمراء او الاسماك مرتفعه بشكل يعني كبير، وهذه هي مشكله، فهمتني؟ مشكله في حد ذاتها، تحس فما نقائص او فما اخلالات من وزاره التجاره ما نجمتش تعالجها الامور هذه اللي هي تتطلب معالجه سريعه وعاجله، فهمتني؟ لانه الشر مازال طويل، فهمتني؟ واكيد فما باش يحصل فما خلل في السوق ولا حاجه من هنا لاخر الشهر. طيب احنا ذهبنا بكاميرا وميكروفون الى السوق المركزي والى بعض الاسواق نطلع على ما يدور في ذهن المواطن وكيف يتعامل، كيفاش يتعامل مع الأسعار. نشوف التقرير هذا ثم نعود للنقاش. استعرضت وزارة التجارة أياماً قبل حلول رمضان خطتها للتقليص في أسعار المواد الاستهلاكية، وأعلنت عن برنامج محكم لمراقبة المحتكرين. وفي جولة في السوق المركزية بتونس العاصمة اختلفت آراء التونسيين، منهم من لاحظ انخفاضاً طفيفاً خاصة في أسعار الخضر، ومنهم من اشتكى من ارتفاع كلفة القفة اليومية خاصة أسعار السمك والغلالي واللحوم. الأسعار تشوفها نار انتي، سرتو هذا الشهر الفضيل هذا نورمالمون ترخص فيه الاسواق، مازالت شعلت، فهمت؟ هاك تشوف انت معناها الورقه اللي نحن نقولوا لها دورات وواحد ولا غزال وواحد كانت معناها ب 11 ب 10 ب 9 واش هكا، فهمت؟ تو هاك تشوف فيها ب 13 و 800 كل شيء ولا بريسك اشترت زاد. الحوت ما ناكلوش احنا، نحن الحوت نتعدى نشوفه بركه ما ناكلوش احنا، خاصه الحياه الشعبيه ياكلوا ماليه الحوت، شكون ياكل الحوت؟ نحن ناكلوا في الحوت احنا نشوفوه برك، ونتعاد خضره والله المره هذه شويه لكن ديما طماطم ب 3000، كيف طماطم ب 3000 فرنك بالنسبه للخضره المعدنوس والسيل يقولوا نتاعنا نحن نتاع الزوار هذاك نقص شوي نتاعنا نحن نقولها ونزيد نقولها نتاعنا نحن نتاع القلال نقصوا لهم شوي ساهم، معناها ريتي اللي المربي ارنب ما يعطيه الحشيش ريتي هم عملوا لنا هكاك رخصوا لنا شوي بالحشيش باش ناكلوا الحشيش ونسك. هذا اسعار في المرشي باهيه، نقص ثم حاجات طالعه شويه وثم حاجات ابرك. والله حسب رايي انه الاسعار مناسبه، شفت سردينه معناها حجم ممتاز وب 5000 فرنك، وحتى فما لاحظت فما نقص مقارنه لليوم الاول. لا متنا بالشهر متنا لا مش متنا ما السوبه تغزلها بعينك ما تشريهاش 23000 و24000. الخضره لا الخضره خير طاحت شويه الخضره الحقيقه الخضره طاحت، اما الحوت نار. الاسعار سوء مناسب، الناس هي معبيه بضرب البونيه ويقولوا الدنيا غاليه وهي مش غاليه، الناس بضرب البونيه على الحوت. ثم ديفيدنس كبيرة حتى في الأسوان بين النسبة والنسبة، تلك أقل ما يمكن 350 ملي، يا هل ترى كلهم باللي كيتونس بلاش كيتونس، فهمتني؟ ثم محاسبة ما فماش محاسبة باش المواطن التونسي يفهم روحه، أنا درجة أنا واحد منهم رو. إن شاء الله مبروك رمضان على تونس، أما الأسعار راي ربي يعف، هاني مازلت نقضي أنا فما شيء، كان الغلا والكوي، واحد ما عادش خالط على حد شيء، لا طريف الحم لا طرف الدجاج لا حوت لا حد شيء. من الصباح وانا ندورها الخضره غاليه، الغله غاليه، اللحم غالي، الحوت غالي، الدجاج غالي، الدجاج اللي ما فيه شيء ولا غالي، معناتها واحد عيله بجاه ربي 10000 شنو باش تعمل؟ والله لا تعملك حد شيء، ما تنجم تقضي بها حد شيء، اشترى الدجاجه وشنو اخر معاها؟ فما حد شيء، ربي يهديهم ينقصوا لنا شويه وكاهو.
المشهد هنا متضارب بين قفة فارغة وتذمر من ارتفاع الأسعار، وبين اكتظاظ وطوابير طويلة لشراء قضية رمضان. طيب سي أكرم، عندما نقرأ في آخر خبر أونلاين غلاء الأسعار والتضخم يفقدان فرحة التونسيين بنكت رمضان، وعنوان آخر فيه أنه يعني تقليص اضطراري لسلع رمضان بعد كبح قروض الاستهلاك، أنه يجي رمضان والناس فعلا كنا تشتكي طبعا من ظروف معيشية قاسية، هل هذا تلمسوا أنتم من اتصالكم بالمواطنين بالتعامل معهم من خلال ما تشوفوه في الأسواق من خلال سلوكهم العام؟ فعلا هو الوضع صعب على مستوى خاصة نعاود أكد ميزانية العائلة، وهذا مش في تونس العاصمة فقط بل حتى في باقي ولايات الجمهورية، وربما الوضع أسوأ ربما يكون في داخل على مستوى البلاد، ولكن حتى تونس العاصمة خاصة نشوف الأحياء الشعبية الحقيقة فما تشكي وفما تذمر كبير. وهذا مش في شهر رمضان فقط، أنا شهر رمضان ربما الإعلام يتوجه أكثر ويسلط الضوء على الموضوع الاستهلاك وفي علاقة بميزانية العائلة، لكن تقريبا السنوات الأخيرة لهنا فما تراجع كبير للمقدرة الشرائية للمواطن، فما ارتفاع في مؤشر الأسعار، هذا بطبيعة الحال فما حالة تضخم نعرفوها وفما حالة اقتصادية عايشين ونشوفوا فيها فعلا فعلا. وانا نقول حتى المحاولات نتاع الحكومات المتتاليه لتحسين المقدره الشرائيه للمواطن لم تفلح هذه الحكومات في ايجاد حلول جذريه وعميقه ونهائيه لازمه التونسي اللي كما ذكرت معناها هو الاشكال ماهوش في فتره رمضان او هذه السنه فقط بل حتى السنوات الفارطه. نعم. واهم هذه المشاكل اهم هذه الاشكاليات اللي اليوم عاجزه هذه الحكومات على ايجاد حلول لها هي مساله مسالك التوزيع. نعم. اليوم مسالك التوزيع غير منظمة، الفلاح حلقة ضعيفة في هذه مسالك التوزيع، وكذلك المواطن والمستهلك في نهاية هذه الحلقة هو كذلك يعتبر حلقة ضعيفة. أما في معناه ما بين العلاقة بين الفلاح وبين المواطن فهنا فما الإشكال، هذه مسالك التوزيع اللي لليوم ما لقاتش حلول. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نعاود نأكد مرة أخرى الدور الرقابي تاع الدولة مهما معناها قامت من مجهودات يبقى غير كافي لتغطية كامل الأسواق الموجودة على كامل طراب الجمهورية. فهذا يخلينا شنو النتيجة وأنه مخالفات عديدة اقتصادية على غرار عدم إشهار الأسعار، الترفيع في الأسعار والترفيع في هامش الربح، البيع المشروط، الامتناع عن البيع، هذه مخالفات اقتصادية موجودة اليوم في أسواقنا، بل أكثر من هكا معناها الأرقام نتاعها ارتفعت مقارنة بالسنوات السابقة. لكن وزارة التجارة على كل حال تقول اللي هي واعية بالمسألة هذه وسجلت عدد كبير من مخالفات اللي هي سجلت نتيجة خطايا سجلت سعيد هذا متفقين فيه. وأنا راني لهنا حتى كي نتكلم هذايا ماهوش نقد لوزارة التجارة، أنا نحييها على العمل اللي قائمة بها سواء أعوان الرقابة وزارة التجارة أو وزارة الصحة، لكن نقول راهو المجهودات نتاعهم غير كافية، واللي يسرق يغلب اللي حاح غير هذا كافية قصد. وهذا بالنظر إلى العدد نتاعهم بالنظر إلى الإمكانيات نتاعهم، يوم أمس معنا صار اعتداءات على زوز أعوان في القيروان ويظهر لي حتى في سوسة في المنيهلة، وهذا مرة أخرى قلت لك مرة أخرى معنا يأكد فما ضعف ربما من ضعف للدولة وضعف لأجهزة الدولة خلت أنه المضاربين والمخالفين معنا يتجرؤوا حتى معنا بالإضافة إلى المخالفة يتجرؤوا حتى باش يعنفوا الشخص أو الجهة اللي ترقبهم، وهذا خطير. وهذاك علاش أنا اليوم نقول راو فما خلل كذلك حتى على مستوى القضاء وعلى مستوى الإجراءات لدى القضاء، لأنه نأكد لك أن اليوم المخالفات اللي تم رفعها مثلا في شهر رمضان هذا ما ينجمش ما هوش بشيق عن النظر فيها
إلا بعد 6 أشهر 9 أشهر أو حتى أكثر، توصل حتى سنة. نعم. فبالتالي هذا يخلي شنية المخالفين يرتكبوا المخالفة ويعادوا يكرروا المخالفات، وحتى من بعد إذا كان صارت العقوبة أو الحكم القضائي دائما الحكم معناه غالبا في 90% منه باش تكون خطية مالية، واللي خطية مالية اللي نجم هالمحتكر هذا أو المضر باش يقوم بخلاصها بشكل عادي إذا بالنظر إلى الأرباح التي يكون قد جناها جراء تلك المخالفات التي ارتكبها على مدة أشهر. ولذلك هو يتحدى وما يهتمش بهذه العقوبات. طيب رياض الأستاذ ذكر نتحدث على مسألة المسالك. وقت نتحدث المسالك ربما من أهم العناصر هو موضوع السوق الجملة. أليس من المنطقي أنه الدولة أو الحكومة أو وزارة التجارة تذهب مباشرة إلى أنه تحل المشكل هناك حيث يبدأ المشكل اللي هو الهباطة وسوق الجملة؟ هو يعني كي نلاحظوا فما تحركات من قبل الحكومة، وأكبر دليل أنه سيد رئيس الحكومة يوسف الشهاد عمل زيارة حتى السوق الجملة في المكنين. زارها قدش مرة وسوق الجملة هنا في بير القصر. لكن الزيارات هذه تنجم تقول عبارة يعني شوك، يعني ما عندها حتى تأثير إذا ما كان إذا ما فماش يعني قرارات صارمة لمراقبة مسالك التوزيع راهو ما نجمو نعملوا حتى شيء. هذا يعني أمر مفروغ منه. نفس القصة نعاودوا فيها كل عام تقريبا على العام 12 شهر وإحنا نعاودوا في نفس القصة، مسالك التوزيع مسالك التوزيع، إلى متى باش تبقى الحكاية مفتوحة؟ فما خلل ظاهر، فما خلل واضح يلزم الدولة تقوم بالمراقبة الصارمة. الأشياء هذه يلزمها تراقب، صحيح فما نقص على مستوى المراقبة الاقتصادية وكذا، هذه راهو الدولة يلزمها تقوم بمعالجة الاختلالات هذه لأنها باش تكون مزمنة مع مرور الوقت، لأنه ما نجموش نعالجوا مسألة وهي مفتوحة. إيه لكن صراحة هو قالك الدولة ضعيفة وما تنجمش إيه تحدث على المضاربين كيفاش يمكن ما يطبقش عليهم إيه ما يتنفذش عليهم العقوبات. إذن في هذه الحالة وين يكمل المشكل؟ هل المشكل فعلا في 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 سلطة التنفيذ لابد وأنها تكون هي حاسمة؟ هل هي مستوى التشريعات والقوانين مش موجودة بالقدر الكافي باش يتعاقب الأشخاص هذوما؟ نتصور أنا بالنسبة للقوانين الموجودة السلطة ممكن على مستوى التنفيذ هو فما نقص لأنه ما فماش مراقبة مستمرة. تمشي مثلا يمشي ويراقبوا نهار نهارين ويجبدوا روحهم، هذه مش حل راه. لأنه هذه بالنسبة لتزويد السوق بالسلع بشكل دوري يوميا يلزم فما مراقبة يوميا، ربما تكون فما مراقبة لكن مش بالكيفية المطلوبة. هك علاش تلقى فما اختلالات بالنسبة لإقليم تونس النجم نقوله فما مراقبة، وبالولايات الأخرين كيفاش نعملوا فيهم؟ فما مشكلة حتى الولايات الأخرين نتصور فما مشكلة. السكان يعني في الولايات الكل يتشكوا من غلاء المعيشة. لكن ثم لجان تابعة لوزارة التجارة هي اللي تابعة إيه متفقين لكن تحس يعني لو كان فما تكتب تقارير كما تقول أنت فما تقارير ولا فما عمل ميداني صحيح رانا وصلنا نتائج. وإذا وصلنا نتائج ما كناش تلمينا في البلاتو هذايا ونناقشوا في موضوع عندك كمتائج. عندك رأي تعقيب؟ لا هو على مستوى الجهات باش يكونوا واضحين راهو فما إدارات جهوية وزارة التجارة تقوم بدورها، لكن عاود نأكد راهو الدور اللي قامين به غير كافي. نعطيك مثال مثلا احنا الإدارات الجهوية موجودة على مستوى الولايات أي. لكن على مستوى المعتمديات ما فماش، لا ما فماش، فما فرق تتنقل من الولاية إلى المعتمدية ومش بشكل دوري راه وماهوش بشكل دوري بالضبط ايه. وماهوش مستمر هذيك فماش معناه وناخذوا عندنا عديد المعتمديات اللي فيها حركيه اقتصاديه كبيره سواء على مستوى السياحه كي ناخذ مثلا جربه جزيز معناها مناطق فيها حركيه اقتصاديه وسياحيه كبيره ما فماش ادارات الاداره الجهويه تبعتها هي مدنين بالضبط. فالاعوان اللي باش يتنقلوا من مدنين الى تلك المناطق ياخذوا وقت وماهوش بصيره بصوره مستمره ومعناها بعض الايام في الاسبوع ماهوش كامل الايام. هذا كما قلت لك مره اخرى نعاود نقول لك راهو المجهودات اللي قايمين بها غير كافي، الامكانيات الموجوده لدى هذه الاجهزه لا تتناسب مع الدور الموكول لهم
خاصة في هذه الفترة. لكن إذا كان مشينا للمشكل في حد ذاته، هل المسألة مسألة جشع من الهباطة مثلا، أو مسألة أنهم فعلا هم لابد أنه ثم عندهم يعني مارج للربح لابد وأن يتوفر لهم، وهم يحاربوا ويقاتلوا من أجل أنه يضمنوا هذا الربح ولا لا؟ هذا هي سؤال. شوف السوق هذا السوق بتاع حرب، باش نربح أنا يلزمني نتغول على السوق، معروف هذه، واكيد راهو فما قشاره يخدموا مع بعضهم، هذه معروفه لوبيات راه لوبيات اي لوبيات، هذوما فما لوبيات قشاره من قبل موجودين هذوما التوما تنحاو لوبيات، اكيد فما عباد يخدموا معاهم اللوبيات هذوما، حتى لو يعني مثلا كما قال سي اكرم تو، حتى على مستوى القضايا وكل شيء يقول لك راه تبقى باب العام يلم الفلوس ويخلص، راهو فما زاد جزء من الفساد راه إذا كان فلس... الفساد راهو موجود. هل الفساد هذا في علاقة بالسلطة أيضا ربما أو بالقضاء حتى مثلا؟ شوف على حسب المعطيات اللي نتبع فيها وكل شيء، شوف الفساد موجود في كل، نتصور في كل الإدارات التونسية ما نستثني حتى أي إدارة، وبالنسبة للهباطة والقشارة هذوما اللي يخدموا في مسالك التوزيع أكيد عندهم أشخاص يسهلوا لهم المأموريات نتاعهم باش يعني يعديوا السلعة نتاعهم بالطريقة اللي هم ترضيهم، والأكبر دليل ضربة ضربتين يلقوا في دب ومستودع معبي بالسلعة وكلها فاسدة، كيفاش دخلت السلعة غاديك؟ هذا هو السؤال. إيه فما عباد سهلت لهم المأمورية نتاعهم غاديك، ومن بعد تجي الكاميرا ولا ما نعرفش المراقبة الاقتصادية تقول لك رانا شدينا دب وفيه سلعة ما نعرفش شنو محجوز 50 طن ما نعرفش شنو فاسدة، كيفاش وصلوا غاديك؟ فسر لي أنت كيفاش تعديت 50 طن؟ ما تعديت من الكياس ولا؟ أكيد. هي مش فما كياس، مش فما مراقبة أمنية وكل شيء، كيفاش تعديت هذيك؟ وهذا على مستوى ربما تتحدث على المواد اللي يقع توريدها هكا ولا معناها كيفاش دخلت؟ أما فما نقطة أخرى اللي هي مسألة التهريب زادها في الاتجاه المعاكس بالطبيعة، لو عندما نتحدث على المواد الاستهلاكية مدعمة اللي قاعدة تخرج إلى القطر الجزائري أو القطر الليبي راه بشكل يومي وبكميات كبيرة، وهذا بطبيعة الحال يخلي فما خلل اليوم على مستوى ولاية الجنوب، فما نقص في عديد المواد الاستهلاكية، وهذا راجع إلى تهريب هذه المواد هذه إلى، وشفنا خاصة في مستوى الأغنام والأبقار اللي خلى في وقت ما عشنا مشكلة اللحوم هذه مش متوفرة في السوق فترة صغيرة، والحليب أيضا. كنت في بنقردين وقت تدشين متاع المنطقة الحرة في بنقردين تلقى سلعة يعني ما نحكي لكش مستودعات فهمتني كلها جاهزة باش تخرج ليبيا. طيب هذا لا يمكن انه يكون خارج رقابة السلطة يعني. السلطة في بالها يا اخي نهارتها احنا كنا في يعني في افتتاح نتاع المنطقة الصناعية بحضور ثلاثة وزراء، يعني ثلاثة وزراء ما كتبوش تقارير زعما الحكومة، مش معقول يعني، تحس فما يعني غض الطرف من قبل الدولة، تصرف المفيد ما تضرنيش، هذه صحيحه راهو الحكي، علاش نغطيو فيها؟ تاكيدا موجود إيه، لكن اذا كانت غض طرف السلطه هل معنى هذا انه توفر مواطن شغل بهذه الطريقه وبالتالي هي قدمت خدمه لهؤلاء الناس؟ هي تخرج في التلفزيون يقول لك باش نوفر فرص عمل للعباد، تمشي تحكي مع السكان غاديك يقول لك الدوله ما عملت لي حتى شيء، كيفاش تفسرها هذه؟ لا إذا كان يولي تهريب باعتراف السلطة وربما لا حتى لا توجد سلطة في العالم تعترف لك أنه تسهل للمهربين، أي لماذا إذا تتحدث على أنها تقاوم التهريب؟ كملاحظ أنت تشوف كيفاش فما سلعة غاديكة مهيئة أنها تتهرب، وثاني حاجة الليسانس اللي موجود على الطريق كامل من قابس حتى البنقردير زعما السلطة ما شفتوش، هذا كل موجود هذي فهمتني؟ دونك كيف باش نحكيو على حكاية التهريب هو في علاقة زادة بمسالك التوزيع متاع السلعة بالضبط فهمتني؟ لأنه أنت كي تحتكر سلعة بشكل طبيعي باش ترتفع السلعة هذه في السوق، أكيد أكيد هذه قاعدة السوق العرض والطلب مع لهفة المواطنين في شهر رمضان باش يتغول السيد باش يولي يحقق أرباح مضاعفة أكثر من كان يحققها في الأشهر العادية،
صحيح، معقول، منطقي. طيب، في عشرات من نقاط البيع بعنوان من المنتج للمستهلك أقامتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في كامل تراب الجمهورية، وأخرى نشرها ديوان الأراضي الدولية في 6 ولايات على الأقل، والهدف هو واحد، الحد من ارتفاع الأسعار والخضر واللحوم والبيض. نقاط البيع هذا تهافت عليها المستهلكون بحثا عن أسعار تتناسب مع إمكاناتهم المادية، لكنهم في الغالب لم ينالوا المبتغى مع إعجابهم بجودة السلع المعروضة. في هذا التقرير المصور تطلع آراء المستهلكين المتسوقين، كيف يرون الأمر؟ هل فعلا هذه الأسواق أو هذه النقاط، نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، هي فعلا تقيم لهم فرصة في أن تعدل الأسعار ويحصلون على موادهم بأسعار أقل؟ نرى. في محاولة لتعديل أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك وغيرها من المواد الغذائية الاستهلاكية، وقع تركيز 54 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك، منها القارة ومنها الموسمية بمناسبة شهر رمضان. هذه نقطة بيع نسميها تتصنف مثالية، موجودة في ألان سافاري، تابعة لديوان الأرض الدولية، وتأسست منذ سنة 2014 وقاعد تطور من سنة إلى سنة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة. وتو ناخذوا على البريود هذه في رمضان 2019 تقوم بتزويد، معناتها نزودوا فيها بكميات هامه من اللحوم الحمراء والبيض والدجاج المعد للطهي والاسماك بمختلف انواعها والاجبان ومجموعه من الخضر والغلال حسب الموسم معناتها اللي توجد به. الاسعار المعروضه في هذه النقاط تحددها وزاره الفلاحه والصيد البحري، والمواد المعروضه إنتاج محلي الهدف منه البيع بأسعار مرفقة. بالنسبة للإقبال، إقبال هام جدا، احنا نحلوا 9 متاع صباح تبارك الله، فهي تستقطب في معدل 800 حريف يوميا، فتجي دي بيريود أكثر، واخذة اسم معناتها بالكدا بالكدا في تونس، الديمومة نتاعها موجودة مش خاصة برمضان، هذه موجودة على مدار السنة، احنا معناتها يتم عليها الإقبال معناتها على مدار السنة كاملة، وكانت عندنا واللي تمتاز به خاصة هي جودة المنتوج والأسعار المناسبة، الأسعار التفاضلية باعتبار السوق البرة، وتعرف معناتها الأسعار تو اللي معمول بها في الأسواق واحد وكذا معناتها، وخاصة في رمضان ولهفة المستهلك، هذه خليت معناتها نقطة البيع تكون معدل ياخذوا عليها ريفيرونس، حتى تكون تأثيرها مش مثلا المستهلك اللي مش يشري، تأثر حتى على الأسواق الجانبية الأخرى اللي تسمع معناتها بالأسعار هذه، تأثر معناتها حتى ولو الكمية مش تكون هامة مش تزود الناس كل، ما هي قاعدة تزود على حسب الكاباسيتي متاعها. ويقبل المستهلكون على نقاط البيع هذه بحثا عن من يرفق بهم في الأسعار. والله خاطر الأسواق نشوفها معقولة برشا، فهمني، ومعتها في متناول المواطن التونسي اليوم، سرتو واحد يقضي يومين وكل شيء ويخو بشوية، فهمني، تساعده خير. أما ذا بينا الكونتيتي زيدوا فيها شوية، خاطر ساعات واحد يخلط ما يلقاش الحاجات اللي حاجته بهم، يلقى الشر الحاجات، فهمت كيفاش؟ الكاليتي والله باهية، فهمني، ومعقولة وباهية. طيب سي أكرم، هذه النقاط المنتجة للمستهلك ربما القصد منها هو نوع من تقريبا محاولة محاربة غلاء الأسعار بهذه الطريقة، وثم نقاط عديدة وربما تبدو أبرزهم نقطة شارع الحبيب بورقيبة، جريدة الصحافة تقول أنه ثم تنوع في العرض، أسعار في المتناول والمواطن يتلهف. هل فعلا ثم إقبال كبير على هذه النقاط بشكل عام؟ يعني
فعلا هو الإقبال موجود سواء على مستوى تونس العاصمة أو حتى على مستوى الولايات. وبالفعل هي نقاط البيع من المنتج المستهلك تقريبا فما تقاليد أصبحت في بداية شهر رمضان، وأنه يقع إحداث النقاط هذية بالتعاون مع الولايات، بالتعاون مع الاتحاد الفلاحين، وأحنا بطبيعة الحال شركاء في هذا، ونحرص كل الحرص حتى يكون العارضون فلاحة، وحتى بطبيعة الحال يكون السعر منخفض مقارنة بالأسعار الموجودة في الأسواق العادية، وهي حقا من المنتج إلى المستهلك، يعني ما فماش وسطاء في العملية. هذا يأكدوه، هذا يأكدوه. تقول لي أنت فما لهفة، فعلا فما لهفة، وهذا خليني ربما الجانب اللي ما تحدثناش عليه. كذلك رأوا حتى المستهلك التونسي رأوا عنده جزء من المسؤولية، وهذا يحذرنا منها. قلنا رأوا اللهفة خاصة في شهر رمضان والأسابيع الأيام الأولى لشهر رمضان، رأوا من شأنها باش تحدث ارتباك على مستوى الأسعار، باعتبار كما ذكرت مرة أخرى رأوا المسألة مسألة عرض وطلب. فنقول مرة أخرى المستهلك التونسي لابد خاصة في هذه الفترة وأنه يكون الاستهلاك تاعه والشراءات تاعه متزنة وبصورة عقلانية، ويبتعد قدر الإمكان على اللهفة وكثرة الاستهلاك. هذا بطبيعة الحال عنده نتائج وخيمة حتى على ميزانيته، وهذا في كل مرة لابد نذكره ونذكره به. ما زالت لدى التونسي نوعا ما يعتبر أنه شهر رمضان هو شهر اللي بيش يستهلك فيه، اللي بيش يأكل فيه، اللي أشياء ما كانش يأكلها في سائر السنة الفرصة اليوم بيش يأكلها. هذه من التقاليد اللي ماذا بينا مرة أخرى نقوله نبتعد عليها، لأنه بعد خاطر احنا دائما توا نشوف في شهر رمضان هو شهر الاستهلاك، في حين وأنه عكس ذلك معناه المفروض وأنه ينقص فيه الاستهلاك. هذايا بالأرقام وهذايا بالإحصائيات، بالإحصائيات أنه تزيد الاستهلاك، يزيد الاستهلاك يعني صار ثقافة ويزيد نوعا ويزيد بشكل مش تاع دو سامبل ودوبل، معناها من مرة إلى اثنين. لا لا، فما بعض بشكل مشط مبالغ فيه اللي توصل 300%. نعطيك على سبيل الذكر الخبز، معناها الاستهلاك تاعه يكثر 300%، معناها العائلة كانت تستهلك في خبزة ولا خبزة تولي تستهلك ثلاثة، واللي كانت تستهلك في زوز تولي تستهلك ستة. وهذا نشوفه فيه في نهاية الأمر كيفاش يصير التبذير، ونشوف الخبز كيفاش يقع. أي لأنه في معظم الشرائط ما تستهلكش كلها ونتيجتها تكون في سلة المعاملات. هذا بالنسبة للخبز، فما بالك معنا مواد أخرى كما الموالح، كما الزيتون، كما هذا كلها معنا يكثر استهلاكها كما معنا مرتين وثلاثة مرات مقارنة بالاستهلاك المواطن العادي في باقي السنة. كذلك البيض نفس الشيء، كذلك البيض. فمرة أخرى نقول راو على التونسي وعلى العائلة التونسية نوعا ما تحول أو تعالج مسألة الاستهلاك وتغير من سلوكاتها ومن أنماطها الاستهلاكية، لأنه كما قلت مرة أخرى هي كذلك تتحمل جزء من مسؤولية هذا الغلاء. نعاود نرجع مسألة نقاط البيع من المنتج المستهلك، هي فرصة كذلك أنا نقول للمواطنين باش يتوجهوا إلى هذه المناطق، إلى هذه النقاط عفوا، هي نقاط مراقبة. مرة أخرى كما قلت نأكد أنه اللي عارضين فيها هم فلاحة بالأساس، وفي نفس الوقت بقدر ما ندعو أنا المواطنين باش يتوجهوا إلى هذه النقاط، بقدر ما ندعوهم كذلك إلى سلوك استهلاك رشيد ومتزن والابتعاد عن اللهفة وعن الشراءات العشوائية. طيب رياض، هذا ربما ثابت من خلال مثلا ما تقوله جريدة الشروق على أنه تتحدث على نقطة البيع في شارع بورقيبة، أنه النقطة هذه من المنتج للمستهلك، الأسعار المرتفعة والتونسي يشتري ويشتكي، يعني في نفس الوقت يشري ويقبل على الشراء بشكل مبالغ فيه أحيانا ويشتكي. إذا كان بهذا أنه يشتكي، إذن ما ثماش فارق في هذا أن تكون قائمة هذه النقاط ولا مش قائمة، ما تفرقش العملية. السمة هذه صفة تونسي، هذه معروفة خاصة في شهر رمضان. نتصور أنا لو كان نقاط البيع هذه من المنتج المستهلك إذا كانت موجودة على طول العام، نتصور تعمل تأثير للمستهلك وتنجم تبدل له سلوكيات متاعه، لأنه هو رأي حكاية الاستهلاك رأي عقلية هي في نهاية المطاف. السلعة موجودة، احنا متفقين، حتى لو كانت يعني بغض النظر انها غالية بالنسبة لتوفير السلع موجود،
يعني حسب ما ريت ما عينت. اي موجود نشوفوا العرض، ولكن اذا كان اذا كان توفر العرض فمعنى هذا ان الاسعار تنخفض شيء طبيعي المفروض. اي من المفترض هكا، ما هو يستغل حتى التجار تحس فما لهفه وكل شيء تجب تتعدى، كما احنا ديما نرجعوا راهو فماش مراقبه مستمره فهمتني على النقاط هذه. نعم. فهمت كيفاش راهو. بنعطيك مثال، نخرج برا على الحدود تونس نمشيو للمغرب احنا. نعم. المقاطعه اللي صارت عام نيول ومستمره حتى الوقت هذا، اربع سلع مقاطعينهم للمغاربه، الشركات ضرت منهم يعني خسرت أكيد خسائر. لكن ما يبيعش المنتج نتاعو يعني خسرت خسائر بال يعني بالملايين الدولارات. احنا في تونس ما عندناش العقليه مثلا نتاع مقاطعه نتاع يعني سيبك منها السلعه هذه خليها ونرجعوا لهم بعد، فهمتني؟ تطيح الاسعار. العقليه راهو عقليه في تونس لهنا مستحيل تبدل العقليه نتاع تونس. يعني التونسي مش مستعد للمقاطعة. مش مستعد في يعني في يعني في في طنبك الازمه كما نقولوا احنا. احنا نعيشوا في ازمه اقتصاديه. نعم. تصور انت لو عملنا صحيح نعملوا يعني جزء مقاطعه مثلا لسلع معينه باش يتضرر منها المنتج، صح ولا فما شركات باش تضرر. لكن هو باش يعاود يراجع حساباته. اي اذا كان، لكن اذا كانت تكون ماده اساسيه يصعب انه يقطعها، وبدليل انه شفنا في فتره مشكله الحليب ما التونسي يلوج على الحليب ما يلقاوش ما يمكنش باش يقطع. لا لا هذيك راهو مشكله الحليب مشكله اخرى. أي يعني ماده اساسيه. اي ماده اساسيه نفس لكن الشيء هي فما على السميد ويطبق على الخبز وعلى غيره. هي بالنسبه للحليب فما لعبه فهمتني. الحليب موجود، المنتجين يكبوا فيه الحليب على خاطر ما اتفقوش مع الدوله. ايوه اي شكون متضرر لهنا؟ المضرر المستهلك هكا ولا لا؟ به لو نوصلوا احنا كما نقولوا السلعه موجوده، احنا السلعه متوفره ونقطعوها تنخفض الاسعار. هي كما نرجع لك ونقول راهي الحكايه هي كلها عقليه ذهنيه في المستهلك التونسي. من قبل احنا نقولوا راهو المنظمه كانت منظمه الدفاع المستهلك من قبل هي تحاول ترشد المستهلكين، لكن ما نجموش هذايا راهو فكر جماعي ما نجمش تاثر عليه في عام ولا عامين. يلزم هو يلزم فتره طويله، المستهلك يلزم هو يتبنى الفكره هذيك باش يبدل العقليه الاستهلاكيه نتاعو. طيب اذا هذه النقاط نقاط من منتج المستهلك، هل هي فعلا تعدل الاسعار بحيث يقبل عليها المستهلك ام انه ما فيش فائده منها مش لازم منها مره واحده؟ انا اقول لك بالنسبه هم على حسب المعلومات اللي عندي 54 نقطه بيع من المنتج المستهلك عاملينها في كامل تراب الجمهوريه. بالاضافه الى نقاط اخرى تابعه للديوان الاراضي الدوليه. صحيح. هذه الخطوه تشكر لكن ما يلزمهاش تكون حل وقتي كان في رمضان. علاش ما نعملوهاش مثلا عام كامل؟ تو تخف الاسعار ما عادش تلقى فما تشكيات. هاوكا مسالك التوزيع الرسميه تخدم على روحها، وهذه بمراقبه سلطه الاشراف وزاره الفلاحه ووزاره التجاره ينجموا يخدموا زوج مع بعضهم وتكون مستمره على طول العام، والوقت هذاك الاسعار تنجم تنخفض. نعم. لكن مع هذا سي أكرم، هناك رأي ويقول صراحة على أنكم أنتم ضعاف في النهاية. أنتم تدعون كم مرة إلى أن المواطن يقاطع المادة الفلانية، ما يقاطعهاش هو بشكل عام، ولكن تأثيركم ضعيف جدا إلى حد أن هناك كلام يقال أنكم أصلا أنكم تخدموا مع الحكومة أنتم في حد ذاتكم. نخدموا مع الحكومة لا والاكيد، وانه عديد وهذا الدليل نتاعه انه عديد المرات معنا اصدرنا بلاغات وبيانات في رؤيه مخالفه لرؤيه الحكومه ولرؤيه وزاره التجاره. لكن اللي نحب نعرج عليه في النقطه هذه بالذات، راهو احنا كمنظمه وكمجتمع مدني راهو ما نجموش ناخذوا بلاصه الدوله ومكان اجهزه الرقابه. راهو في اي دوله في العالم الأجهزة الرقابة والاستراتيجيات نتاع الاستهلاك والبرمجة وإلى غير ذلك راهو هي تتحمل مسؤولية الدولة بالأساس. نعم. والمجتمع المجتمع المدني دوره أنه معاضد و ربما ينقد أو يقدم مقترحات في هذا المجال أو في ذلك المجال. أما أنه اليوم كما قلت معناها في ظل انفلات للأسعار، في ظل عدم قدرة أجهزة الرقابة أن تقوم بدورها بشكل كامل، فما تنجمش منظمة أو أي جهة معناها مهما كانت الجهة ومهما كانت الدولة ومهما كانت ما تنجمش معناها باش تقدم حلول نهائية وجذرية. اللي نحب نقوله في هذا الأساس بالعكس، احنا اليوم
المطلوب من المجتمع المدني يكون يعاضد مجهودات الدولة من خلال لقاءات، من خلال اجتماعات، من خلال تقديم مقترحات، وهذا قاعدين قائمين به. لكن في نهاية الأمر لأنه لكن منظمتكم هي منظمة نسبيا عريقة، لكن يعني عندها تاريخ، هي قائمة من عام 89 أعتقد فعلا. يعني في السابق كانت لها جدوى أكثر، كانت فاعلة أكثر، وهذا هنا المجتمع المدني يكون فاعل ومجتمع مدني وجود وعدم وجود فعلا. نعاود نقول لك راهو فعلا في ظل وقت اللي تبدأ الأمور ماشية بشكل طبيعي، وقت اللي يكون الدولة باسطة تبسط معناها سلطتها على كامل تراب الجمهة، ما نقولش أنا معناها على نتحدث دائما على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الأسواق. نعم. إذا كان فما رقابة كاملة، وإذا كان فما كما ذكرت معناها برمجة تاع استراتيجية تاع سنوات، فهذا بطبيعة الحال لهنا يظهر المجتمع المدني ودوره كبير في هذا ينجم يعاد. أما إذا كان كما قلت معناها الرقابة ناقصة رغم المجهودات القائمة بها، فما نقص في عديد المنتوجات من حين إلى آخر ومن فترة إلى أخرى، مرة نشوف نقص في الحليب، مرة نقص في البيض، مرة نقص، فهذا مش المجتمع المدني، مش منظمة الدفاع المستقل دورة هي باش تجيب المنتوجات هذه. هذا راجع إلى خلل في المنظومة، والخلل هذا بطبيعة الحال هي مسؤول عليه الدولة بشكل أساسي وبشكل معناه أول. أما فيما زاد على ذلك كما قلت احنا نسعى أولا إلى الجانب التحسيسي والجانب الإرشادي، هذا كذلك دور المجتمع المدني ودورنا وقاعدين قائمين به معناها لسنوات. فيما زاد على ذلك بطبيعة الحال كما قلت المسؤولية توكل إلى أجهزة الرقابة ولأجهزة الدولة. خلل في المنظومة رياض، وفي نفس الوقت دور أجهزة الدولة في أن هي تكون تراقب وهي تكون تحمي المستهلك من هذه الناحية من جشع المحتكرين، لكن هذا إذا كان ربما تكون نجحت فيه إلى حد ربما نقوله حد كبير أو حد صغير، المهم هو أن نجحت فيه في شهر رمضان، هل نحتاج إلى أنه يتواصل أم أنه السلطة غير قادرة فعلا على مراقبة على مدار السنة؟ هناك خلل بصراحة، يعني حتى على في الأيام العادية مجرد فقدان مادة أساسية فهمتني تحس أنه الدولة ضعيفة، لأنه فما نقابات اتحاد الفلاحين أو اتحاد الشغل، خاصة اتحاد الفلاحين كي تبدا فما سلعة يعمل لك اضراب فهمتني، الحليب يكبوا، السلعة بتاع العظم مثلا موجودة هي لكن ما يحبش يخرجها للسوق، فما ضعف يعني، فما المحتكرين هما ساعات تحسهم عندهم قبضة اقوى من قبضة الدولة، لهنا تحس فما خلل في الدولة. نعم. لو كانت قوية الدولة فهمتني ما نخلطوش فما دول الأخرى حتى يعني الديمقراطية متاحة مستقرة وكذا، حتى في اليوروب مثلا تصير مشاكل، هاو فتشوف في فرنسا انت الإضرابات من جرة خلل يعني استراتيجيات متاع دولة، إضرابات وتجاوزات وحتى استغلال الفرص، أي وهي دولة مستقرة يعني ما عندهاش مشاكل اقتصادية فهمتني، لكن فما إضرابات على سياسات معينة. احنا في تونس هنا ريتش المجتمع مثلا التونسي يتحرك على سياسات معينه بتاع الدوله، انا يعني 3 ولا 4 سنين ما تحركش، كي يتحركش يتحرك اتحاد الشغل يلم الشغالين نتاعو، الاتحاد الفلاحين يلم الفلاحين نتاعو، لا واكثر من هكا ربما فما تحركات، وهنا ناخذ مثال على ذلك الزياده الاخرانيه تاع المحروقات، صار تحركات لكن في نهايه الامر حتى اذا كانت تصير تحركات فالقرار يبقى هو نفسه، ولا صحيح ولا صحيح. رجوع عن الزياده في فماش تراجع، ثم في مقابل ذلك فما في مقابل ذلك هذا اكدناه، قلنا راهو الزياده في المحروقات باش تنشر عليها زياده اكيد، هذيك قصه هذا اللي صار وهذا اللي صار وهذه النتيجه، لكن هذيك قصه، وفي مقابل ذلك تجي الحكومه تقول انا راني راعيه للمقدره الشرائيه للمواطن ونحب نحسن، هذيك سيكرم هذيك راهو قصه واحده اخرى، ثم ضغوط تاع صندوق النقد الدولي مضطر انها تتصرف بالطريقه هذيك فهمتني، لا خيار يعني في الاخر شنو وين مشيت الحكومه سجدت بالجيش باش توصل الوقود، اذا اذا شنو يعني معناها نسلموا امرنا، ما هذا هو شروط صندوق النقد الدولي وهي تنفذها منتهى الموضوع، هي معروفه القصه هذيك، اي واحد يلتجي راهو الاقتراض من برا فما شروط المؤسسه الدوليه باش تعطيك فلوس يلزمك تطبق اصلاحات، احنا فما بطء في الاصلاحات في تطبيق الاصلاحات وهذا امر معروف، اي معناها باش نقعد ندوروا في الحق المفرغ، باش نقعد ندوروا احنا الاسبوع اللي فات فما مقترح في البرلمان تقدم في البرلمان على اساس باش يوافقوا لهم على حكايه 800 مليون دولار باش يطرحوا سندات في السوق الدوليه، البرلمان احبط الخطه بتاع الحكومه يلزم الاقتراض يعني يزينا من القروضات،
مبلعين، يلزم نمشوا للانتاج، احنا الانتاج المحلي يلزم عندك الفوسفات. كيفاش قطاع الفوسفات واقف للتو ما ينتج؟ هو ينتج ولكن ينتج بشكل بسيط. انا نحكي لك راهو الانتاج النورم نتاعنا نتاع 2010 2009 احنا مازلنا ما خدناش، لا ما وصلنالوش بالكل بالضبط بعيد. يعني يلزم محركات النمو هذه يلزمها تتحرك، نعاودوا نشغلوها مش مخلينها هكاك والله نحطوها احنا على اساس باش محصة نتاع احزاب ونتعاركوا فيها داخل السياسه. طيب في هذه الحاله السلطه غير قادره والا السلطه يعني ما عندهاش النيه اصلا ومش راغبه؟ لا توجد اراده سياسيه. كل ما نراه كله افلام فيلم. أشكرك، شكرا رياض أبو عزة الصحفي المتخصص في الاقتصاد في جريدة العرب، أشكرك جزيل الشكر. كما أشكر السيد أكرم الباروني نائب رئيس منظمة الدفاع المستهلك، أشكرك السيد أكرم، وأشكركم مشاهدينا على المتابعة، كما أشكر بطبيعة الحال الفريق الفني الذي نفذ هذه الحلقة، وهذه في الختام تحيات سعيد الخزاري.